وخسي. تفضل عودي الى المشكله. السلام عليكم. انا في الاول كنت بخير وعلى خير، كنت كاري انا والوليدات ديالي، كنت كنخدم عليهم وكنسلم الحاله ديالهم المصاريف ديالهم وكل شيء. قد صابيت بهاد المرض من بعد ملي تشرت من المحل، تحكم عليا بالفراغ، ما عنديش باش نخلص، لانني مع النظره للظروف ديالي الماديه ما كتسمحش ليا باش نستمر. هي الحوايج كثيره دعوني الموالين كرا، خرجت من المحل، بقيت 8 سنين وانا بحال بحال حتى صابيت بهاد المرض. تبارك مع العائله ديالي وقفت بني حتى واحد، قلت صابيت بهاد المرض. صابيت بهاد المرض هذا، هاد المرض كيقول لي السم ديال الشرس. المهم درت عمليه الاولى، عاودت عاوتاني ضرب ليا عاوتاني واحد صفرا، عاودت درت لي العمليه الثانيه. هذاك الحمار سير سير سير. درت العمليه الثانيه، انا وقع لي نفس المشكل، نط لي عاوتاني بصفر، عاود داروا لي عاوتاني العمليه الثالثه. ما شقت الفوز باش داروا لي العمليه الثالثه، كما كنمشي يقول لي قبل ما كيناش عندها كونجي. الصيف اللي داز بعدا لقيتها كونجي، تا كنت من كونجي هذا. جيت منين جيت باش ندير العمليه الثالثه، داروا لي عقاله مشكله، وقعت معاهم دخلت للمديره ديال السبيطار. المهم داروا لي هاد العملية، المديرة هي اللي تسولي لي، عيطت للطبيبة باش جات قالت لي هاد العملية هادي. ولكن المشكل ديالي دابا ملي مرضت كنت دار مع الوالدين ديالي، واش متقتلين معايا ومنحوني الزنقة، لأنني أنا دار في دارنا والمرا جالسة في دارهم، وما خدامش. هاد المشكل هذا كنطلب من الناس اللي كيعرفوا، الناس المحسنين، الناس المباشره، حتى انا دابا ما بقاش غادي يديروا لي عمليه. مشيت عند مات الصباح دابا قالوا لي عطيني طبيب، انا كاين ناس كاينه في سبيطار اخر، ملي مشيت سبيطار اخر في السبيطار تقدروا لي عطيني جديد باش تلعب كونترول. ما بقيتش درتها دابا 3 شهور، هادي ما بحاجه صحيه. مثلا حاجه صحيه دابا ملي مشيت قلت عاوتاني سير قلب على الطبيبه، سير جيب رونديفو ديال البناج، عاوتاني عاد جيب مع الطبيبه تاخذ رونديفو ديال الطبيب بوحدو. انا تزاد عليا الحال، مركبين لي على لاستيك في العمليه، هاد لاستيك مابقاش معقد لانه كيدير كيدير على 3 شهور، لاستيك كيدير على 3 شهور. دابا راه داز دابا وقت رونديفو انايا على حساب نهار 6 في شهر 4، نهار 6 في شهر 4 فين هو؟ راه داز 6 شهور دابا على 6 شهور، راه ودي 9 شهور دابا ولا ودي. شنو اللي خلاك دير ثلاثة العمليات رغم أن هاد العملية يعني كدار غير مرة واحدة؟ كدار مرة واحدة في الكلينيك، سبيطار المخزن ما عندهمش إمكانيات، ولا شوف الله عليك كيفاش. حيت واحد السيد من الفاميلا قال لك أسيدي دارها في الكلينيك عام مرة واحدة، كيتعاود كاع عندهم الليزر وعندهم مسائل باش كيحيدوا، هادو ما عندهم لا ليزر لا والو. بقى يقطعوا لك اللحم ديالك تي تحبس المرض وصافي، هو الا تحبس. وهذا هو المشكل اللي كاين دابا، وانا دابا مشى اصلا مشرب هذا باش غادي نخلص العمل ديال لا ضمان اجتماعي لا راميد لا سليم دابا باش نخلص العمليات. ما خدامش مريض كاين فيا لا سيف. كنطلب من الناس يقفوا معايا المسألة، كنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا لي شحال ديال المدة وانت خارج من دارك دابا؟ دابا المدة ديال 4 سنين، كملت 5 سنين خرج باش خرج من الدار ديالي. الأسرة ديالك فين هي؟ الزوجة ديالك والابنة ديالك؟
الزوجه ديال والديها. دابا انا جالس عند والدي ولكن ما تقبلنيش ملي مرات نحو الزوجه. هو المشكل عندي دابا حتى المشكل العائلي تزاد على المرض ديالي. دابا انا مريض لا تعصبت بعدا مع العائله عصبوني ولا شي حاجه كتحس لي التنفس. المرض ديالي عنده علاقه بالتنفس. واحد النهار انا فالي كاع حوايجي الزنقه راه عاد دخلوا الناس باش يقولوا لي ما خليه تيكبر على راسو. دابا عايش المشكل وانا مريض. حابط الرقم ديالك؟ الرقم ديالك ديال التليفون قولوا. الرقم ديالي 077 37 86 83 73. عاودوا. الرقم ديالي 077 37 86 83. اطلب شي واحد اللي شاف هذا البورتاج قش جوج بين عامل